مساكم خير. الأسبوع ده وتحديداً امبارح وأول امبارح، يومين ورا بعض كده في ختام الأسبوع، كان عقلنا كلنا أو معظمنا مشغول جداً بيوم الخميس وقرارات البنك المركزي وهيحصل إيه والأسعار هتزيد ولا لأ، واللي فينا لسه بيشتري يعني اللي لسه معاه فلوس يشتري ونزل المحلات هيلاقي إنه في حالة عامة كده من الهدوء. مش هقول إنه في ركود ولا حاجة، لا الحمد لله الأمور ماشية طبيعي، كل حاجة متوفرة، كل حاجة موجودة، لكن في حالة كده من الهدوء، وتحديدا في المنتجات التقيلة مثلا. يعني لو نزلت تشتري تلاجة، غسالة، بوتاجاز، هتلاقي إنه يقول لك لا ده خلص، لا لسه، لا استنى شوي. في حالة من الهدوء. دي الأزمة العالمية اللي اتكلمنا عنها لو فاكرين من سنة، وقلنا إنه سلاسل الإمداد هتعطل كتير جدا من إنه المنتجات تبقى متوفرة. ده حاصل بالمناسبة، لكن مش مؤثر علينا قوي. الملاحظة التانية اللي حاصلة ولازم ننتبه لها بقى، إنه هتلاقي إنه المستورد تحديدا في أنواع كتير قليل جدا، وده بالمناسبة ميزة وعيب. السؤال الحقيقي وتحديدا تعرفين بقى احنا كمذيعين بنشتري هدوم كتير كده، فكنا دايما نلاقي انه في الاثنين، وفي المستورد الكواليتي حلو قوي، والمصري يقول لك اصله ده اللي موجود حاليا. انا عندي سؤال تحديدا لكل مصنع مصري بيشتغل على ارض مصر، هي مش دي، مش الازمه دي هي الفرصه الحقيقيه؟ ومش الازمه دي هي الفرصه الذهبيه لانك تعمل احلى شغل، ولانك تاخد السوق بلغه التسويق، ولانك تعمل منتج احلى من اللي كان موجود قبل كده، او اللي كان او اللي ما زال مطلوب المستورد؟ ليه في حاله كده من انه دايما الجوده تقل والسعر يغلى طول الوقت؟ السعر بيغلى، احنا فاهمين انه السعر بيغلى، لكن ليه الجوده بتقل؟ ليه لما بندور على الحاجات بنلاقيها منتج، ولسه عندنا الازمه دي بتاعه انه المنتج ما هوش 100%، مش معمول احسن حاجه. الحاجه الثانيه والاخيره اللي هشارككم بيها النهارده، شخص كده لطيف ما يعرفنيش قوي لكنه قال لي انا عايز اقول لك ان انا متعثر جدا، وان انا بعمل عندي مشروع صغير لكن متعثر فيه وعندي مشكله. قلت له طيب ما توريني بتعمل ايه، فبعت لي شوية صور للمنتجات بتاعته. أنا أسفة إني بقول كده، لكن بما إني ما بقولش اسمه هقول رأيي بصراحة. منتج رديء، رديء بكل الأشكال، والشخص صاحب المنتج ده بيعتقد إن الظروف والبلد والناس هم السبب. الحقيقة الظروف صعبة، والوضع الاقتصادي ده تقيل، مش هينجو منه غير الشاطرين وغير الفاهمين. لكن السؤال الحقيقي، في كل ظرف صعب وكل ظرف اقتصادي تحديدا صعب، في فرصة حقيقية للمنتج الوطني إنه يتطور ويبقى أحسن ويبقى أشطر وياخد مكان كل المنتجات التانية اللي مش متاحة حاليا في السوق؟ سؤال كبير لكل الناس اللي بتشتغل في الصناعات، وتحديدا الصناعات الصغيرة. طور من نفسك، طور منتجك. احنا كنا بنتكلم في الفكرة دي حتى على الناس اللي بتشتغل في وظائف، اللي مش هيتطور هيختفي. وفي الصناعة اللي مش هيتطور النهاردة في الأزمة دي، وانت عندك كل المساحة وعندك كل التسهيلات كمنتج محلي وطني، هتتطور امتى؟ خلونا نروح بقى لفكرة تانية وموضوع تاني يمكن يبقى فيه باب من الأمل. احنا طول الوقت بنقول انه الزيادة السكانية ده العائق الأكبر قدامنا في كل مجالات التنمية اللي بتحصل في مصر، عشان كده الزيادة السكانية قصادها متطلبات كتير جدا جدا جدا، من ضمنها وحدات سكنية متاحة أكتر للناس. مهما بدت أنه المشاريع الخاصة مهمة وكتيرة، وتلاقي وتحس كده أنك وانت ماشي في شوارع أنه ما فيش أكتر من الأماكن اللي ممكن الناس تعيش فيها، لكن ما زالت أسعارها غالية. وهنا بيجي دور الدولة وتدخل الدولة من أجل الفكرة الأهم، وهي الإتاحة. لازم الحاجات ولازم السكن يبقى متاح، ولازم حقوق الناس البسيطة في الحياة تبقى متاحة. الحقيقة بقى وزارة الإسكان ومبادرات السكن هي من أكتر الحاجات اللي ما زالت ماشية بوتيرة منتظمة تحقق نجاحات كويسة. الأكتر من كده والأجمل أنه دايما نسمع عن تسليم قبل الموعد. هتلاقي أنه في السوق طول الوقت العنوان الكبير تسليم متأخر جدا، معاناة الحجز مع المطور في التسليم، وقصص كتيرة جدا في مشروعات الدولة تسليم بيبقى قبل الميعاد كمان. النهارده أعلن وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار إنه جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة هيبتدي يوم الثلاث الموافق الأول من نوفمبر، والحد الاثنين
الموافق الثاني من يناير 2023 على مدار الثلاث شهور دول في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر. إجمالي الوحدات 38 عمارة في مدينة المنصورة الجديدة. وزير الإسكان كمان أشار إلى أنه مدينة المنصورة الجديدة بالتأكيد هي نافذة الدلتا السياحية، فيها أنواع مختلفة من الإسكان، والصور اللي احنا شايفينها خير دليل على فكرة التطور العظيم اللي حصل في المنصورة، إلى جانب أنه المدن اللي بتقام جديد فيها كل الخدمات، بجانب أيضا إقامة جامعة إقليمية. احنا متشرفين انه معانا على التليفون مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينه المنصوره الجديده. مساء الخير مهندس علاء. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. باشمهندس علاء، في ناس كتير واعتقد ان انا كنت منهم يعني لحد وقت قريب وما زلت بتلخبط ما بين الفئات المختلفه للاسكان الذي يقدمه الدوله، سكن مصر ودار مصر والاسكان الاجتماعي. ايه الفروقات ما بين الثلاثه، او ايه الفروقات والمشروعات موجوده فين، وتحديدا ايه اللي موجود في مدينه المنصوره؟ هو انا بس حابب اوضح الفروقات ديت في مدينه المنصوره عندنا، خصوصا ان احنا عندنا تقريبا كل الوحدات السكنيه اللي تتناسب مع جميع فئات المجتمع. فانا عندي تقريبا لو هتكلم على المحور الاول اللي هو محور الاسكان الاجتماعي، فانا عندي محور الاسكان الاجتماعي ذو الطابع الساحلي، وده انا عندي تقريبا 58 عماره باجمالي عدد 1392 وحده سكنيه. الوحدات ديت مساحتها بتبقى عباره عن من 94 متر ل 100 متر. وطبعا الوحدات دي بيبقى في بتتميز، كل الوحدات اللي وزاره الاسكان بتنفذها بتتميز طبعا بلاندسكيب وهارتسكيب كويس جدا. الخلاف بقى بين المحور والتاني فروقات بسيطه اللي انا هوضحها لحضرتك. لو اتكلم على المحور التاني اللي موجود عندنا في المدينه اللي هو المشروع الاسكان المتوسط اللي هو مشروع سكن مصر، ده بتبقى عباره عندي انا في المدينه، انا عندي عباره عن 196 عماره باجمالي عدد 4704 وحده سكنيه. الوحده ديت مساحتها او الوحدات ديت بتاعت سكن مصر بتبقى مساحتها من 105 متر ل 118 متر. اللي بيميز الوحدات دي ان العماره بيبقى فيها مصعد كهربائي وبيبقى فيه سور سياج شجري حوالين المشروع. يعني كانها كومباوند يعني. بالظبط كانها كومباوند بس سور شجري. المحور الثالث اللي هو الاسكان الفاخر اللي هو جنه، مشروع جنه، وانا في المنصوره عندي تقريبا 468 عماره باجمالي عدد 11232 وحده سكنيه. المشروع ده الوحدات بتاعته بتبقى عباره عن من 100 متر ل 150 متر. العماره بيبقى فيها برضه مصعد كهربائي، بس المشروع ده بيتميز ان هو فيه سور حديد وسور شجري كمان، يعني هو عباره عن كومباوند بالاضافه طبعا لبعض الخدمات اللي تغطي الاحتياجات اليوميه للساكن. يعني كل كومباوند نلاقي فيه مثلا سوق، نلاقي فيه مسجد، نلاقي فيه حضانه، نلاقي فيه عدد 2 حمام سباحه. لو هطلع بعد كده على المحور الرابع برضه واللي موجود في مدينه المنصوره الجديده اللي هو المحور المتميز او الاسكان المتميز اللي هو الفيلات. فعندنا احنا الحمد لله انتهينا من تنفيذ 1149 فيلا باجمالي عدد 2103 وحده، طبعا بيغطي كل نماذج الفيلات سواء بقى فيلات مودرن او كلاسيك، او بيغطي لي كمان كل المساحات سواء فيلات سنجل اللي هي ستاند الون، او فيلات متصله اللي هي توين، او فيلات شبه متصله اللي هي التوين. بشكرك مهندس علاء، واضح ان الاتصال اتقطع، بس مهندس علاء شرح لنا تقريبا شرح وافي جدا لكل انواع الاسكان اللي موجوده في مدينه المنصوره الجديده. لحد هنا واعتقد انه قضيه تقديم الخدمات او الاسكان، توفير السكن للمواطنين، هي واحده من اهم مهام الدوله، تحديدا في التحدي الحقيقي اللي احنا فيه لارتفاع الاسعار الشديد. مهما كانت الفئه الاجتماعيه او الاقتصاديه اللي الدوله بتخدمها، الاهم هو طرق السداد، هو الاتاحه، هو بصراحه، ودي حاجه نشهد فيها جدا لمشروعات الاسكان الاجتماعي المختلفه على اختلاف مستوياتها، الاتاحه. الفكره القديمه بتاعه اني لو ينطبق عليا الشروط مش عارف حتى اوصل واقدم اختفت تماما، او اقدر اقول بنسبه كبيره جدا بقى الموضوع متاح وفي امكان كل الطبقات على اختلاف مستوياتها وقدراتها الماديه. بعد الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن اشاعه يعني انتشرت بشكل جديد، وفي الغالب الشائعه بتنتشر لسببين، يا اما الموضوع يهم الناس قوي 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 فالناس بتتخض وبتبتدي تشاركه، يا اما لانها غير معقوله قوي 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 فالناس بتبتدي تتندر وتستنكر لها.
الحالتين بينطبقوا جدا على الشائعة اللي انتشرت حول الحديقة الدولية في منطقة مدينة نصر. بعد الفاصل هنتكلم ونشوف أصل الحكاية دي. خليكم معانا. مساءكم خير. بخصوص ما تم تداوله عن الحديقة الدولية والجدل المثار الشديد حول أنه في تجريف بيحصل الحديقة الدولية، وناس بتشارك صور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الحقونا الحقوا الحديقة الدولية، ثم كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأمر وما تم تداوله من صور اللي بتزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة اللي فيها تمهيدا لبيعها. ده كان تحديدا محتوى الشائعة. مباشرة تم التواصل مع محافظة القاهرة، ده بحسب تصريح مجلس الوزراء، ونفت المحافظة تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية أو إزالة الأشجار النادرة بها، وقالت أنه الحديقة الدولية لا يمكن المساس بها، وشددت على أنه طيب إيه جماعة الصور اللي إحنا شايفينها دي اللي بيحصل ده خطة تطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها من النباتات والأشجار النادرة بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة. كل الكلام اللي فات ده عظيم، عظيم من حيث أنه من حق الناس تسأل، ومن واجب الدولة أنها تجاوب، وأنها المرة دي الحمد لله جاوبنا وردينا بسرعة، يعني الشائعة ما خدتش وقت طويل. جميل جدا لحد آخر سطر، وآخر سطر هيفضل أصل كل الشائعات، آخر سطر في التوضيح بالمناسبة، اللي بتقول فيه محافظة القاهرة أنه لا ده احنا بنعمل تطوير، والتطوير ده ليه؟ عشان جذب استثمارات عشان زيادة الدخل. المشكلة واللي بقى لازم نواجه نفسنا بيها، وقبل ما نقول أن احنا ويقول الشائعات دي حاجة وحشة، وقبل ما نتهم الناس أنهم بيقولوا كلام غلط وبيروجوا كلام غلط، بالمناسبة ده بيحصل، احنا بنروج كلام ما بنبقاش عارفين أصله، يعني احنا عندنا ثقافة بيقولك، لكن الحقيقة أنه لا، المرة دي الشائعات عشان نعرف إزاي نواجهها أصلها طول الوقت ضيق الناس الشديد من طرق الاستثمار في الأماكن العامة. ولازم نقول كده، الناس عندها حالة من الاستفسارات والتساؤلات عن طرق الاستثمار في الأماكن العامة. ما ينفعش يا جماعة يبقى كل مكان عام مفتوح، والنهاردة احنا بنتكلم عن مكان بحجم الحديقة الدولية. بالمناسبة الحديقة الدولية أنشئت سنة 87، فممكن حد يقول لك هي مش تاريخية يعني ولا حاجة، بس الحديقة الدولية متنفس حقيقي في مدينة نصر. مدينة نصر وكلنا عارفين وبالمناسبة يعني احنا بنتكلم عن حديقة الطفل، عفوا الحديقة ده بيقولوا لي بس هي وحديقة الطفل. طيب انت كنت بتروحوا رحلات في حديقة الطفل غالبا، انا كل التيم عندنا، احنا كنا غالبا في فترة طفولتنا يعني جيل الثمانينات والتسعينات دول الرحلة الرسمية لينا هي حديقة الدولية. واحنا النهاردة مش بنتكلم عن حديقة الدولية بدافع النوستالجيا خالص خالص، مش عايزة اقول اي كلام عاطفي، لكن اللي احنا عايزين نقوله الشائعات اللي بتحصل وبتتكرر بسبب انه الناس دايما عندها التساؤل هو بيحصل ايه هنا. الحديقة الدولية المقامة او اللي تم افتتاحها سنة 87 المقامة على 55 فدان متنفس في مدينة نصر، لانه مدينة نصر مع كل احترامنا لهذه المنطقة الجميلة يعني إلا أنها عبارة عن بلوكات أسمنتية صماء. فالنفس الوحيد في مدينة نصر فعلا زي ما زمايلي بيقولوا لي كده أنه الحديقة الدولية وحديقة الطفل غالبا كمان اللي هي على بعد شارعين منها. إنما الفكرة أنه الحديقة الدولية ثروتها وجمالها كانت ونتمنى أنها تفضل في فكرة أنه كل دولة ليها مكان. فلو عايزين نزود الاستثمارات ونضخ استثمارات ونزود الإيرادات في الحديقة، طب ما تيجوا نقول لكل دولة تعالي جددي الجزء اللي خاص بتاعك، تعالوا نجيب كل دولة من الدول اللي ليها زي جناح كده بيعبر عنها، في مكان ياباني ومكان سعودي مكان إماراتي، ما تيجوا نقول لهم تعالوا اعملوا لنا هنا مكان يبقى أحلى
وتعالوا نخلي الدول تتنافس في انه يبقى الحديقه الدوليه حاجه ممتعه، فتزيد الاستثمارات او يزيد الزيارات للحديقه الدوليه لانها بقت حلوه. هو مش لازم تزيد الزيارات لانه بقى في كافيه جديد، ومش لازم تزيد الاستثمارات لان بقى في اماكن نقعد ناكل فيها، كفايه اكل، كفايه اكل وكفايه اكشاك اكل. لكن الحقيقه انه الاماكن الحلوه في مصر محتاجة أنها تتنور تتلمع، والاستثمارات تزيد والدخل يزيد بطرق كثيرة مختلفة. على كل حال، الخطوة الأولى على طريق أننا نمحو الشائعات أو أننا نقضي على الشائعات، بصراحة كلمة كبيرة أو أن احنا نقضي على الشائعات، هو مزيد من الحقيقة. والخطوة الثانية وكثير من التواصل مع الناس، يجرى إيه لو حصل اجتماع في الحديقة الدولية مع سكان مدينة نصر؟ يا جماعة احنا عاملين اجتماع في الحديقة الدولية عشان هنبحث طرق تطويرها، يزود الانتماء ويحبب الناس في الموضوع ويخلينا كلنا شركاء في كل الخطط التطوير والاستثمار. تحتاج شوية مجهود لكن مكاسبها أكتر بكتير. خلصنا بقى بموضوع الحديقة الدولية، واطمنا ان الحمد لله ان مفيش اي، يعني ان شاء الله يعني ما بقاش في اي تأثير ولا تغيير يمس الحديقة الدولية. تعالوا بقى نتكلم عن اصل المشكلة اللي احنا بنقع فيها كل مرة، فكرة انه تحصل شائعة ثم نرد عليها. هو في آلية تانية وفي طريقة تانية للتواصل مع الناس تخلينا ما نحتاجش نوصل للمرحلة دي، لكن نفك الاشتباك بدري؟ ده السؤال اللي احنا متشرفين النهارده هنطرحه على اثنين من الأساتذة، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذ أو الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. هنبدأ مع الأستاذ عماد. أستاذ عماد الدين حسين، مساءك خير وأهلا بيك معنا في التاسع. مساء الخير أستاذ دينا، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. احنا عندنا سؤال كده نفسنا نتعلم او نعرف او نفهم ازاي ممكن تتفك الازمة او العلاقة اللي دايما فيها شك كده، واحيانا استباق سوء النية اننا بنصدق الاشاعة لاننا مصدقين انه ممكن يحصل حاجة مش حلوة، نعمل ايه؟ طبعا بس عايزين نتفق الاول ان الاشاعات يعني موجودة منذ خلق الانسان وستستمر حتى قيام الساعة، ماشي؟ اللي هيفرق فقط هو درجة الدقة ودرجة الرد ودرجة السرعة. لما ظهرت السوشيال ميديا ليها فوائد كتيرة جدا في حاجات كتيرة وفي مجالات كتيرة جدا، لكن ليها عيوب خطيرة جدا، منها سرعة ظهور الشائعات وسرعة انتشار الشائعات. وبالتالي أنا يعني سمعت جزء من المقدمة بتاعت حضرتك، كلما كان عندي حقيقة كلما كان ذلك أسرع طريقة للرد على الشائعة أن تكون هناك الحقيقة. هذه جوهر المسألة. الإشاعات ليه بتصدق؟ حينما يكون هناك مناخ يسمح بتصديق الإشاعات، حينما تكون هناك أزمات. وبالتالي أنا أظن أنه الثقة، يعني كلما زادت العلاقة ودرجة الثقة بين المواطنين أو غالبية المواطنين، لأنك أنت مش هتقدر تقنعي كل الناس في أي وقت وفي أي مكان، كلما زادت الثقة بين غالبية الناس وبين الحكومة والأجهزة المحلية والحاجات دي كلها، كلما قلت تصديق الإشاعات والعكس. طيب إزاي يا أستاذ عماد تزيد الثقة؟ ما هي دي كمان الثقة. هقول لحضرتك يا فندم، في جزء طبعا ان احنا زي ما حضرتك عارفه مساله الوعي مساله تراكميه، فيها درجه تعليم، فيها درجه وعي، فيها درجه ثقافه، فيها حاجات كثيره جدا، فيها انه يعني لو حد، انا دايما كده بيقول لك ايه، يعني اذا شهدته للناس ده انه ده صادق فخلاص الناس بتصدقه. كان عندنا في القرى زمان شيخ المسجد، القسيس بتاع الكنيسه، كبير البلد، هذه ناس مصدقين. كانت دي المصادر الاساسيه اللي هم اللي الناس بتستقي منهم المعلومات. ده مش الحال دلوقتي. الحال دلوقتي بقى كل شخص يستطيع ان يضع على صفحته على السوشيال ميديا اي حاجه، والناس للاسف الشديد مع قله الوعي، خصوصا ان انت بقى عندك الناس بيستهدفوكي، الاستهداف بقى في كل مكان في العالم، لكن من الواضح ان مصر بسبب ظروف كثيره جدا نعلمها ونعلم تفاصيلها، في اكثر من اطراف محليه إقليمية دولية بتستهدفها بإشاعات متوالية ومستمرة. فأنا تصوري أنه هو العلاج الحقيقي أن أول ما تطلع إشاعة لازم يترد عليها فورا. ليه؟ إحنا كان عندنا مفهوم يقول لك لو سيب الإشاعة تموت وحدها. ما ينفعش هذا الأسلوب دلوقتي، لم يعد صالحا. مهما كانت الإشاعة تافهة، لا، أرد عليها لسبب بسيط. لما بتطلع الإشاعة
وتتحط على السوشيال ميديا وتتحط خبر على اي موقع مهما كان درجه تفاهته، لما بتبحثي بعد كده بعد سنه او 12 بيظل ده موجود. على الاقل لما بطلع النفي ببقى عارف ان ده موجود، اللي هيبحث عن اصل هذه الاشاعه هيلاقي الخبرين، هيلاقي الاشاعه وهيلاقي الحقيقه. وانا عايز اسال حضرتك طيب عن نقطه، انا اسفه انه بقطعك، بس انا عايز اسال عن حاجات كتير، بس انا عايز اسال عن نقطه انه إتاحة التجاوب، يعني إذا كانت الإشاعة ممكن تعتبر أداة من أدوات قياس الرأي العام، قياس الناس مبسوطة بإيه وزعلانة من إيه؟ طبعا. يعني هل نقدر نستخدمها بالطريقة دي؟ طبعا يا فندم، بصفة عامة الإشاعات بتظهر عندك إما أوقات أزمات شديدة جدا أو أوقات صدمات أو في أوقات حد عايز يعمل مشكلة في البلد طبيعي. وبعض الأشياء ممكن يبقى لها جزء من الحقيقة، يعني معنى أن أنا هقول والله أنا هطور الحديقة الدولية. هذا خبر سليم 100% بيتكلم عن تطوير الحديقة الدولية. لكن هنا بقى تخش سوء النية، مين اللي هيستغل ده ويقول لك الحق ده هيعمله كذا؟ في مثل عظيم جدا في معرفش ممكن تقول في علم النفس ولا، وهو ممكن يبقى في علم الإعلام وعلم الإشاعات. إنه مدرس موجود في الفصل بتاعه قال للتلاميذ يا اخوانا انا عندي بس حد متصل بيها هضطر استاذنكم لمده ساعه، واقوم طالب من الطلبه قال له هتقف على الطالب ده هتقف على الاولاد دول لحد ما ارجع. اخر واحد في الفصل المعلومه اللي وصلت له ان المدرس قامت في بيته حريقه واهله اتحرقوا والدنيا بقى. أيوة. هي كده. بص هنا رغم ان الامور واضحه بس على ما بيتنقل المعلومه او دينا الاشاعه على ما بتوصل لاخر حد بتتحور تحور كامل. ها لانه هنا ما فيش حد قام ب اذا المزيد من التواصل. يفترض ان المدرس قبل ما يطلع من المدرسه على السبوره يكتب يا اخوانا انا رايح 10 دقائق عندي مشوار صغير هنا وراجع وانتهت، فكده انا قطعت الطريق على قدر الامكان. نمره يعني جزء ثاني من البتاع هو استمرار الوعي، ان كل مش بس حضرتك في الاعلام او الصحافه او عموما، لا المجتمع المدني كله، المسجد، الكنيسه، المدرسه، البيت، النقابات، المؤسسات، انه يا اخوانا خدوا بالكم انه في ناس كثيره جدا عايزين الناس تقف وتصدق اي حاجه. انا طبعا على تويتر بتسمعي حاجات وناس ليهم صفات شخصيه بيقولوا كلام غريب، يعني ممكن يموت من الضحك من كتر تفاهته ومن كتر عبطه، لكن للاسف الشديد اللي بيغيظ اكتر انه هذا الكلام بيجد درجه تصديق من بعض الناس وبيصدق. يعني فبالتالي المساله متداخله جدا، كل واحد فقط يقوم بدوره في حتته ويؤدي دوره. أنا أظن بهذه الحالة شوية شوية يعني الناس هتدرك أنه تقدر تحصل. كمان نقدر نقول للناس يا أخوانا عشان تصدق معلومة عشان اتأكد أنها موجودة على مصدر حقيقي، على وسيلة إعلام حقيقية، مش على صفحة أي أو ممكن تاخدها من على صفحة شخصية عامة، حساب معرف، بمعنى انه في دينا عبد الكريم معروفه اعلاميه وعضو ونائبه في مجلس النواب، لما هتحط حاجه على الصفحه بتاعتها انا هقدر انا عماد حسين والمجتمع كله هقدر احاسبك، لان انت مش هتحطي حاجه الا لما انت تكوني متاكده منها، وكذلك بقيه الشخصيات العامه. اما الحاجات السائبه والهائمه والعشوائيه اللي موجوده في اي مكان على دلوقتي، زمان كنا بنقول لك يقول لك ده انا قريتها في الجرايد، النهارده بيقول لك انا قريتها في الفيسبوك. قريتها على الفيسبوك، والفيسبوك على اطلاقه كده زي ما حضرتك بتقول مش مصدر. بالظبط. في مشكله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق. فكرة التصدي بالوضوح ومزيد من المكاشفة، أنا شخصيا قصة المدرس دي فعلا كلنا بنعيشها كل يوم، الراجل عبال ما الخبر وصل بيوصل ملتوي ومختلف تماما. مزيد من التواصل يصنع فارق كبير، هكذا قال الأستاذ عماد الدين حسين. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع كمان معانا على التليفون. مساءك خير وأهلا بحضرتك في التاسع. مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتي ليك وللمشاهدين. أنا متهيألي يا أستاذ أكرم لو حلينا أزمة دائرة الشائعات والرد عليها، الشائعات والرد عليها، متتالية الشائعات إذا صح التعبير، ممكن نبقى حققنا يعني نجاح كبير جدا في مشوار حتى ان الناس تعرف الحقيقه بقى، لان مفيش فرصه نعرف الحقيقه من كتر الشائعات. نفكها ازاي؟ نقطتين في الحته دي، يعني الحقيقه اولا انا طبعا استمعت للكلام اللي قاله الصديق الاستاذ عماد الدين حسين، هو كلام مهم. انه احنا طول الوقت بنقول المعلومات تقتل الشائعات. الشائعات دي اقدم وسيله اعلام في العالم على مدى التاريخ. والشائعه هي ليها فتره عمر يوم يومين ثلاثه وبتروح، لكن هو الخطر الحقيقي الحقيقه مش في الشائعه. الخطر الحقيقي في نصف الخبر،
في التلاعب بالمعلومه، وزي ما انت ضربتي مثل بتطوير الحديقه الدوليه. كم يوم مروا عشان الحكومه تطلع تقول انه يا جماعه ده تطوير وكذا؟ الخطط دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومه والمسؤولين الى التوضيح وببساطه للناس. لو فاكرين في قناه السويس لما كان كلام كتير جدا عن الديون، وقدم وزير الماليه، والحقيقه وزير الماليه شرح الامر بشكل واضح والرئيس شرحه بشكل مبسط جدا. فالحقيقه انه الافكار المتلاعب بيها اكثر من الشائعات. ليه؟ لانه من كام يوم لو احنا فاكرين في ناس يعني محترمه جدا ومؤثره على السوشيال ميديا قالوا انه البنك المركزي هيخفض قيمه الجنيه وكذا، والنهارده طلع القرار واضح جدا انه ما فيش خفض وغيره. لكن اللي نشروه ده وهو مصادر مفترض ان واحد بيقول خبير اقتصادي او غيره، يعني انا مش عارف نقدر نحاسب ده ازاي، بس من المهم جدا انه يبقى فيه على الاقل انه هذا الشخص يطلع ويعترف انه كذب. يعني حضرتك بتقصد انه يعني ده حضرتك بتودينا بقى في مش في قصه ابعد، يعني استاذ عماد كان بيقول لا ناخد من المصادر الموثوق فيها، حضرتك بتروح لحته ابعد انه الخبر يصدر من موقعه الرسمي عشان اقدر اصدقه او اتعامل معاه. لا ما هي دي نفس المصادر الموثوق بيها. انا بس عاوز ارجع لحضرتك لفكره السؤال، انه ان احنا لو بنرد على الشائعات، الرد بس مش على الشائعات، لانه في جزء زي ما بقول لحضرتك نصف الحقيقه اللي هو الحديقه الدوليه. من كام يوم كان في كنت برضه بتكلم مع حد فبيتكلم على انه مصر بتصدر الكهرباء للعالم ارخص من الانتاج المحلي. هذا الشخص ما يعرفش اللي بيكتب الكلام ده انه سعر الكهرباء، انتاج الكهرباء، سعر نقلها وتوزيعها 10 اضعاف انتاجها، وده شيء معروف. من المهم جدا ان هذه النقاط تبقى معروفه. لكن كمان لو احنا فضلنا نرد على الشائعات مهم جدا ان احنا نرد عليها. لكن كمان الحقيقه لو احنا فاكرين على مدى التسع سنوات اللي فاتت مصر تعرضت لازمه كبيره، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول كل ما احنا هنتعرض لا يا جماعه هنشتغل. المتلفت لا يصل. لو احنا تفرغنا طبعا في ادوات بقى هنا، دور الاعلام ودور اجهزه الاعلام وادوات الاعلام اللي موجوده في الوزارات من المهم فعلا، لانه في سرعه الشائعات بتطلع بسرعه وبتتكاثر. طب استاذ اكرم حضرتك اصل بتتكلم في نقطه مهمه جدا، فكره استباق انه ان يسبق الخبر الشائعه، ده ممكن وتحديدا لاننا بنتكلم في تفاصيل، احيانا شائعات تخص التفاصيل، هل ده ممكن؟ اقصد هل اذا كل مؤسسه قامت بدورها في الاعلام مش هقول الاعلام لكن او اعلام الناس بكل التفاصيل، اشراكهم في صناعه القرار، ده ممكن يقفل باب شائعات؟ انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هو بما ان الحوار الوطني النهارده قائم، خلينا نقول انه في تيار كبير جدا من الناس اللي ليهم اراء مختلفه، احنا بنقول التنوع، اصبحوا النهارده بيظهروا في الفضائيات وبيتكلموا. بعض الناس دي لما كانوا بيكتبوا على صفحاتهم على الفيسبوك كانوا بيكتبوا كلام ربما يعتقدون انه يعجب متابعيهم لكن ما بيبقاش مسؤول، اما بيطلع قدام الكاميرا بيقول كلام مظبوط لانه عارف انه الناس هترد عليه. فالحقيقه انه في ده هنا جزئين، الرد على الشائعات مهم جدا، وانه لو ظهرت شائعه بتطلع، وفي شائعات كثيره جدا بتطلع من اطراف ومنصات بتاخد فلوس كتير واحنا عارفين ده على مدى سنوات. طبعا. وقلنا قبل كده لو الدوله المصريه كانت تفرغت لمواجهه هذه الهجمات كانت ما عملتش كل المشروعات وغيره، لكن الحقيقه اخطر ما يمكن في هذا الامر هو مش بس الشائعات، كسر النفس اللي هو عاوز يحبط الناس ويحسسه انه مفيش حاجه ويشككه في ابسط الانجازات. يعني احنا بنتكلم مثلا تجربه زي الفيروس سي اللي مصر عملت فيها بشهادات المنظمات الدوليه ومنظمه الصحه، وفي دول بتاخد التجربه في دول كبرى، اما يطلع كلام انه لا ده في ناس بيجي لها، وفي نلاقي بعض الناس بتصدق انه ده، طب ما طبيعي انه امراض الكبد دي بتروح وتيجي، لكن مصر عملت تجربه وكانت اذا احنا بنتكلم على اولويات المشروعات الكبرى، هل فيروس سي او 100 مليون صحه اللي هي احد اهم المبادرات، او حياه كريمه، او شبكات الطرق، او شبكات الطاقه، او ده، هل ده كله ما كانش توظيف حقيقي للاموال بالشكل اللي بيمكن الصناعه وبيمكن التجاره، وان كل مبنى بيتبني او عاصمه او مدينه جديده من المدن الخمسه اشتغل فيها مليون او 2 مليون، يعني معناها ان انت بتتكلمي في 10 مليون اسره. طيب. هذا الكلام الحقيقه لازم الاخذ والرد فيه ببساطه، لانه احيانا كثيره من كثره العمل في الدوله
بتيجي المشروعات على بعضها. يعني الحقيقه انه ده حقيقي. من المهم ما فيش مانع خالص. واحنا بالمناسبه لازم نفرق بين حاجتين، بين الشائعه وبين المعلومه الناقصه وبين وجهه النظر اللي احيانا بيبقى فيه سوء فهم من قضيه زي القضايا الاقتصاد بالذات اللي بعض الناس بيكتبوا فيها احيانا بلا وعي فيسببوا هبوط في البورصه او مشكلات. كل خبر من دول بيطلعه واحد يسمي نفسه خبير اقتصادي او غيره يجب ان يكون مسؤولا. طب ما هنا يا استاذ اكرم يجي دور المتحدث الاعلامي لكل مؤسسه وخطوره هذا الدور واهميته. هل وانا برضو هسال حضرتك وانا متاكده انه جميعهم اصدقاء وكلهم مش هيزعلوا، هل دور المتحدث الاعلامي للمؤسسات والشركات والوزارات بيقتصر بس على رصد نشاط الوزير ولا بيبقى جوه رؤيه كبيره للدوله احنا كلنا بنعمل ايه؟ فانا الجزء اللي يخصني من اداء الدوله النهارده بيعمل ايه او بيحقق ايه او بيتواصل مع الناس ازاي؟ هل ده دور من ادوار المتحدث الاعلامي او الصفحات الرسميه للمؤسسات والوزارات؟ الحقيقه يعني ما يعني مش بس متحدث فرد، هو مفترض دي مؤسسات، يعني مفترض انه في قطاع كامل بيجمع معلومات بيقدم معلومات للصحافه، المعلومه الصحيحه قاتله للشائعه. في نفس الوقت خلينا نتكلم على ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مره، فكره الرقمنه. الرقمنه مش تعني بس ان احنا بنعمل بنيه رقميه اساسيه وكذا، لا، اللي هو سرعه انتقال المعلومه، سرعه تقديم الخدمه، سرعه. واحنا دايما بنقول ان العاصمه الاداريه مش بس مباني، ده احنا دي رمز لاعاده بناء الاداره. والكلام اللي حضرتك بتقوليه دي وانت في مؤسسه تشريعيه اعتقد ده كلام مهم جدا. لازم مش ممكن ننتظر انه جهه واحده في الدوله بس اللي تطلع ترد، يجب ان يكون هناك سياق اعلامي. واحنا في عصر المعلومات زي ما احنا قلنا انه الصحافه والاعلام النهارده تطورت بسرعه الانترنت، واذا كانت الصحافه الورقيه تراجعت شويه في المنصات الالكترونيه، يجب ان تكون العمل في مؤسسات المعلومات بنفس السرعه ونفس الدقه ونفس القوه. صحيح في اجهزه كبيره جدا في الدوله الحقيقه بتقوم بدور هايل، اجهزه معلومات واجهزه بتقدم وفي مجلس الوزراء وغيره، دول ناس مشكورين جدا، بس عاوزين السياق ده يبقى سياق كامل طبعا. زي ما احنا بنقول انه في رقمنه يبقى في بنيه اساسيه للمعلومات. الصحفي النهارده عشان يدخل يجيب معلومه يدوس يدخل يلاقي الرقم مظبوط ومؤكد. في النهارده جهاز الاحصاء عنده حاجات يجب ان تكون متاحه وده بيحصل، بس احنا بنقول انه الدنيا بتتطور بسرعه. وخلينا يعني ما نتشائمش قوي، لانه الحقيقه انه مصر على مدى التسع سنوات اللي فاتت تعرضت لحجم من الشائعات ان نقدر نقول عشرات الملايين، وصمدت وبنت وما كانش ممكن بالتاكيد ده. لكن احنا محتاجين يبقى في محتوى وفي ما هو اخطر من الشائعات الحقيقه بشكر. اللي بنقوله انه في بعض النشطاء النهارده او المؤثرين بيطلعوا يقولوا معلومات غلط في التاريخ وفي المعلومات والموضوع ده يطول الحديث فيه يا استاذ اكرم، ده احنا عايزينك حلقه مخصوص بقى. الحقيقه الاعلام بيقوم بدور في ده، لازم نقدم محتوى، مش هنمنع ده لكن نقدم محتوى متاح للموضوع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وعلى فكره الاتاحه النهارده طرحت باكثر من صيغه، سواء من خلال الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير جريده اليوم السابع او الاستاذ عماد الدين حسين. والحديث عن الاتاحه تصدقوني فرصه، الشائعه حتى الشائعه اللي بتظهر فرصه لرصد راي الناس وقياس ردود افعال الناس. هو الناس بتغضب من ايه؟ هي الناس بتصدق ازاي؟ فرصة حقيقية للتواصل. وهنا ينفع نفكر نفسنا كمان وتحديدا في موضوع الحديقة الدولية بقى عشان نقفل الكلام فيه، هو المجالس المحلية لازم تستعيد دورها، لازم الأحياء والمناطق تبقى ليها تواصل مباشر مع الجماهير عشان تستوعب وتشارك والناس يبقوا جزء من صناعة القرار. أعرف أن هنا هيبقى فيه كوبري قبل ما الناس تدق حجر، أعرف أن هنا هيبقى فيه مبنى جديد قبل ما تترسم الرسمة بتاعته، أعرف أن هنا هيبقى فيه تطوير قبل ما حد يفكر فيه، لأن أنا جزء من هذا المكان وجزء من هذا الوطن. هكذا يصنع الانتماء وهكذا يعني نطمئن على أجيال كل مصادر معلوماتها للأسف هي مصادر سوشيال ميديا، وجزء منهم قادر على التحقيق والتحقق وجزء أكبر ما يقدرش للأسف. بعد الفاصل نروح لفاصل دقايق بس، بعد الفاصل هنرجع لكم بخبر حلو حلاوة فظيعة، حاجة يعني برضو من الأمور التي طال انتظارها. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في التاسعة عن مشروع
كبير وضخم جدا لمحتوى للأطفال تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مساءكم خير. الحقيقة وإحنا بنشارك حضراتكم بالخبر اللي جاي ده، معرفش مين اللي بيشوفنا النهاردة كان متابع، ومعرفش مين من اللي بيشوفنا النهاردة عنده أطفال في سن خايف عليهم ومرعوب من تأثير الموبايل اللي في إيديهم عليهم، ومعرفش مين من اللي بيتابعنا النهاردة عارف في كام محاولة، كام ألف محاولة صادقة ومخلصة وحقيقية موجودة في مصر للنهوض بالرسالة الإعلامية المقدمة للأطفال. ومعرفش كمان مين بيشوفنا النهاردة عارف ومتأكد وواثق أنه كل المجهود المبذول، المجهود الضخم المبذول في تغيير وصناعة وعي وثقافة وتقديم فن حقيقي لأجيال من الكبار قد إيه صعب، وكأننا بنحرد في بحر، لكن نصف هذا المجهود إذا بذل وقدم للأطفال من سن مبكرة لصناعة هوية وثقافة وعلم وإيمان وانتماء وحاجات كتيرة قوي، يبقى على طول مجهود يجيب ثمره ويجيب نتيجته واستثمار مضمون الربح. لكن على كل حال بكل المعطيات دي أنا النهاردة فرحانة جدا، رغم أنه ما زال خبر، إلا أنه خبر طال انتظاره لينا كلنا لكل الفئات اللي أنا سبقت وتكلمت عنها دي. النهاردة المتحدة أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن استعدادها لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، وأعلنت أيضاً أنه سيكون هناك خريطة برامجية ودراما وأعمال كرتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية. الخبر فيه تفاصيله أنه المتحدة خلال الأيام القادمة ستطلق شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكافة مستوياته باسم أو تحت اسم نبتة. الشركة بهذا الاسم الجميل، يعني بصراحة اختيار موفق للاسم، أعلنت كمان أنها ستبدأ بسبع أعمال كبرى سواء برامجية أو كرتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات. لحد هنا الخبر كما يقال كده أنه يعني بيقرب على الانتهاء، لكن في تفصيلة مهمة جدا أنه الخريطة البرامجية الجديدة ستبدأ، يعني أنه في إنتاج تم بالفعل، يعني الخبر جزئين، جزء عن تدشين شركة خاصة بإنتاج الطفل وإنتاج خاص للطفل، وده معناه باب مفتوح للناس الكتير اللي بقالها سنين بتفكر وبتخطط، ومحتوى حقيقي أكيد مش هنبدأ من الصفر، عندنا مجهودات حقيقية، لكن كمان أنه في محتوى تم إنجازه وتم إنتاجه بالفعل، وخريطة برامجية جديدة للأطفال تبدأ من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وده وقت مميز جدا وحلو جدا، الأطفال خلاص دخلوا المدارس، رجعوا من السفر، وده وقت جميل جدا أن نبتدي برامج أطفال، وبدأت فقرات مفتوحة للأطفال داخل قنوات أو قنوات المتحدة المختلفة. الباقة دي من الخدمات المقدمة للطفل تتضمن كارتون وبرامج أطفال، منها برنامج رحلة سعيدة من تقديم زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر عزت والطفلة كندا، بالإضافة إلى البرنامج أو مسلسل العرائس يحيى وكنوز على CBC والتلفزيون المصري، وبرنامج أطفال الحياة اللي بتقدمه سلمى صباحي على قناة الحياة. أيضا تم الإعلان عن تحضير الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمسلسل بيتضمن أو بيعرض القيم والأخلاق بطريقة بسيطة للأطفال. تم الإعلان كمان، بقول لكم الخبر كبير وحلو، عن إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال، من ضمنها الأبجدية العربية، جدول الضرب، وأغاني بتحث على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن. قرار الشركة المتحدة بتخصيص فقرات في البرامج الدينية للأطفال ده بقى جزء لطيف جدا ومهم جدا لتقديم تعليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات في برامج التوك شو يومي الجمعة والسبت اللي هم أجازة المدارس كمان للأطفال. يبقى احنا كده حجزنا كمان انه الجمعة ان شاء الله يبقى احنا كمان عندنا محتوى، لو اننا متأخر شوية على الأطفال، لكن دي
بتعبر عن رؤية حقيقية ومساحة مقدمة للأطفال. آخر حاجة هشارك حضراتكم بيها من ضمن إعلان الشركة المتحدة النهاردة إنه مشروع المواهب، مشروع مواهب كرة القدم الأكبر في تاريخ مصر اللي تم إطلاقه بالفعل كابيتانو مصر، ضمن هذه الباقة المقدمة للأطفال أو الأطفال في السن التينز اللي بنسميهم التينز والسن الأصعب، ودي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وحتى الآن تم اختبار 50,000 موهبة سن 14 سنة من معظم المحافظات، وسيتم تبني أفضل المواهب فيهم. من أيام قليلة بدأت كمان محاولات وتدشين لمبادرة أخلاقنا الجميلة اللي فيها أجزاء درامية ومعايير كده، حاجات تتكرر على ودن الناس وتفكرهم وتستهدف بناء الإنسان المصري، حاجة تفكر الناس بكل ما هو خير وكل ما هو جميل. وأطلقت بالفعل فقرات للأطفال في برنامج 8 الصبح على دي أم سي من فترة طويلة، والفقرة دي ثابتة وناجحة جدا بقالها فترة طويلة. قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعمل على تبني أفكار جديدة، وهنا الجزء اللي أنا بقول أنه أعتقد أنه جزء خير جدا لميراث حقيقي من ناس اشتغلت فعلا، يعني بالتأكيد تم التخطيط وتم وضع فكرة وخطة ورؤية، لكن كمان احنا عاوزين ومتوقعين ان يكون في آلية حقيقية لاستقبال افكار واعمال ومنتجات موجودة بالفعل، اعتقد انها ممكن تسري هذه المكتبة. ان احنا نخلق جيل جديد واسس جديدة ورؤية جديدة، دي كانت الحقيقة مبادرة وكانت اطلاق وكانت رأي وكانت بناء على لقاء مميز جدا مع أو بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والكاتبة سماحة أبو بكر عزت، لو نفتكر هذا اللقاء اللي من وقتها تمت توصية واضحة جدا بأنه يتم إنتاج برامج تهدف إلى بناء الوعي وتستهدف الأجيال القادمة. معنا على التليفون الكاتبة الأستاذة سماحة أبو بكر عزت، مساءك خير. اهلا وسهلا دكتور سينا، مساء النور، وشكرا للاهتمام بهذا الخبر وبهذه يعني الفرحه القادمه للاطفال ان شاء الله. يا خبر، ده احلى خبر، ده احنا لازم نهتم ونفرح وننبسط ونسيب له كل المساحه. ونفسي اسمع من حضرتك ايه اللي حصل على مدار الشهور اللي فاتت وصلتنا لكل هذه القرارات واطلاق هذه البرامج، يعني احكي لنا كده كواليس هذا الخبر. والله يعني الحقيقه انا فخوره وسعيده جدا باهتمام القياده السياسيه بملف الاطفال، وبانه الاطفال حاليا محتاجه اللي حسسها ان هي جزء اصيل وجزء مهم جدا من هذا الوطن. على مدى الشهور اللي فاتت، كل الشهور دي كان فيها عمل دؤوب وتحضيرات وافكار بتطرح عشان نوصل لاستراتيجيه كامله للمبادره الرئاسيه بناء الوعي، بناء وعي الطفل المصري. الطفل المصري حاليا مش زي الطفل زمان، طفل مطلع على السوشيال ميديا، بيشوف الاحداث العالميه كلها، متفاعل معاها. يجب انه احنا نحتضنه اكثر، نقدم له كل ما يفيده ويمتعه، وكمان كل قيمنا الاصيله وكل ما يجعل منه في المستقبل شاب يشعر بالانتماء للوطن، عنده القيم المصريه الاصيله، التسامح، تقبل الاخر، الجزء العلمي. طيب انا عايزه اسال حضرتك يا استاذه سماح في تفاصيل تخص انتاج الطفل في 2022، او خليني اقول بقى 2023 اللي بعد 3 شهور. بالتاكيد الطريقه في التواصل مع الطفل النهارده بقت اصعب بكتير من الطرق اللي احنا كنا منتظرينها حتى او متوقعينها بقالنا سنين. اكيد التواجد والمنصات اللي ممكن تكون موجوده عليها رسائل الاطفال اكيد اختلفت. طبعا فقولي لي حضرتك ايه اللي في بالنا، ايه اللي ممكن نقدمه للاطفال بطرق جديده، ايه افضل طرق التواصل مع الاطفال في راي حضرتك دلوقتي باطفال هذا الجيل؟ شوفي حضرتك، انا يعني انا على المستوى الشخصي انا يمكن طول الوقت في تواصل مع الاطفال، يعني انا حاليا بشتغل في مبادره حياه كريمه، بطلع الكرة اقعد مع الاطفال اتكلم معاهم. الطفل هو الطفل في اي مكان، في مشتركات طبعا بيفرق من طفل القريه، طفل المدينه، طفل في مستويات اجتماعيه مختلفه، ولكن الطفل هو الطفل. الطفل محتاج حاليا التواصل معاه يبقى مختلف
التواصل معاه يبقى ما نكلمش الطفل بشكل انه اصغر مننا انه مش فاهم. اول حاجه بتعمل حاجز ما بيننا وما بين الاطفال ان احنا نكلمهم على انهم مش فاهمين. شكرا شكرا يا استاذه يا كبيره، لانه انا ساعات بشوف ناس لازم عشان يكلموا الطفل يغيروا صوتهم كده، يعملوا صوت خالص البطه ده. خالص حضرتك يا دكتور دينا، ده اول حاجه تخلي الطفل يطير ويضحك. يعني بيضحكوا علينا. فانا بكلم الاطفال بشكل واعي وبشكل يحترم عقله اولا ويحترم وجوده وكيانه. ولذلك لما بحكي قصه للاطفال ببقى بحكي وانا اقول له رايك ايه، مقتنع بالكلام ده، انت لو في مكان البطل تعمل ايه، انت شايف التصرف ده انت رايك فيه ايه، شايف ان ده ممكن يكون تصرف سليم. يعني بتناقش مع الطفل بوعي وبادراك، طبعا بمفردات مناسبه لسنه، ولكن الطفل يحب يحس ان هو فاعل، يحب يحس ان هو له كيان يحترم وله راي ممكن نسمعه. ولو عايزين نغير حتى في رايه نقول طب ايه رايك لو كان كذا، مش اعمل كذا ولا تفعل كذا. الطريقه دي طريقه قديمه دلوقتي الاطفال لا تقتنع بيها ولا تؤثر فيها. فعشان نخاطب طفل النهارده لازم اولا نقدم له محتوى متطور. لكن المحتوى او الطريقه القديمه اللي كنا بنتعامل بيها مع الاطفال الساذجه، انا اسفه اني اقول كده، وده تحدي يا استاذه سماح، ويعني طبعاً تحدي طبعاً. انه مين اللي بيكتب للاطفال، مين اللي بيبحث، مين اللي بيتواصل. انا عايزه اقول لحضرتك انه مثلا انا بشتغل مع الاطفال وفي برنامجنا ان شاء الله رحله سعيده انا في فقره بعملها اسمها حكايات ماما سماح. معايا اطفال في الاستوديو وبخاطب طبعا اطفال في البيوت. بنحكي قصص، مواضيع القصص لو قلتها لحضرتك مثلا كنت بتناقش معاهم في قصه عن الابتزاز الالكتروني. وانه ازاي في ناس بتبقى اسيره لصوره مزيفه رسمتها لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، صح؟ وفي سبيل الحفاظ على هذه الصوره يمكن ان ترتكب افظع الاشياء لو حد ابتزها بانه هيكشف حقيقتها. فقلت لهم احنا احلمنا نحققها في الواقع مش على وسائل التواصل الاجتماعي. انا بشكرك. هو ده الطرح اللي بتكلم بيه مع الاطفال النهارده. أنا متوقعة ومنتظرة ومترقبة وكلنا مترقبين إنتاج متميز. أنا بشكر حضرتك وكتير شكرا. من الناس بيشكروا حضرتك لأن كنتي فتحة خير على مشروع ما زال أو كنا بنحلم بيه بقالنا فترة طويلة. بنشكر سيادة الرئيس للاستجابة، بشكر الشركة المتحدة لسرعة التنفيذ، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة سماح أبو بكر عزت الكاتبة الكبيرة. ده خبر صدقوني حتى اللي مش متابع من فضلكم راقبوا وتابعوا، واعتقد وانا اثق انه الشركه المتحده هتكون حريصه جدا انه هذا المحتوى يكون موجود بكثافه الكترونيا وعلى الصفحات والمنصات بتاعه الشركه المتحده الديجيتال، مش بس على التلفزيون. انا متاكده انه في الف طريقه وطريقه للتواصل مع اطفالنا، وانه سنين الغياب عن الطفل المصري اخرجت لنا ما اخرجت، واحنا خلاص جنينا هذا او ثمر الفتره اللي كان فيها جفاف وعدم مخاطبه الاطفال المصريين، فبقت البيوت جزر منعزله، كل بيت بيربي اولاده بطريقه مختلفه. اعتقد ان احنا نقدر النهارده ننقذ جيل 2035، ننقذ جيل اللي بعد 10 سنين او اللي بعد 8 سنين من النهارده. هنقدر نطلع أجيال مختلفة بثقافة وهوية واضحة، هما بقى دول اللي يمسكوا الراية ويكملوا بعدنا ويعملوا كل اللي كنا بنحلم بيه. على هذا القدر هذا الخبر مهم جدا وعظيم، ونتمنى كل التوفيق لكل القائمين عليه. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعة. مساءكم خير. النهارده طبعا احنا متابعين ان كان في مباراه وديه ما بين مصر والنيجر وانتهت بفوز مصر 3-0، ودي يعني حاجه مشجعه جدا رغم انها مباراه وديه، لكن حاجه مشجعه جدا وعوده ومشاركه جميله من النجم محمد صلاح. وده يخلينا بقى نشارك معاكم قصه جميله جدا شاركها اللاعب كريم فؤاد، قصه صوره نقدر نسميها رحلة كفاح. زي ما كنا دايما لما بتيجي سيرة محمد صلاح بنقول الراجل ده هيبقى ملهم لأجيال، هيفضل يبقى ملهم لأجيال.
كريم فؤاد واحد من أجيال كرة القدم اللي بالنسبة له طبعا محمد صلاح كان قدوة وما زال قدوة، لكن هو شارك أنه صورة لي أنه من كام سنة كان كريم فؤاد بيلعب في الدوري، عفوا كان كريم فؤاد بيشارك في إحدى الدورات اللي دورات الرمضانية، وكان الصورة اللي على اليمين اللي حضراتكم شايفينها دي صورة مشاركته في دورة رمضانية كسب فيها، وتفاجئ انه اللي بيسلمه الجائزة كان محمد صلاح وقتها. كتب كده بكتير من التآثر وبيقول انه انا النهاردة بلعب في منتخب مصر واحنا مع بعض زملاء في الفريق، ودي بالنسبة له كانت حاجة كبيرة قوي قوي وهو بيشارك في مباراة النهاردة. جمع الصورتين مع بعض يقول لنا ألف رسالة ورسالة، ويقول لنا قد ايه كل القيم الحلوه مهمه، مش انها تتقال، انها تتعمل، انها تتعيش. مهم جدا ان يكون في محمد صلاح، ومهم جدا اننا نحميه من كل محاولات الهدم المستمر، لان وجود محمد صلاح بيخلي شاب تاني زي كريم فؤاد يتمنى ويحلم ويلعب ويجتهد. ومهم جدا الفرصه والاتاحه، وإننا ندور عن موهوبين ونمكنهم ونديهم مواقعهم عشان في يوم من الأيام يقف كريم فؤاد جنب محمد صلاح، فيبقى التطور المنطقي لوجود الموهوبين ولأن الموهوبين يكبروا. الصورتين دول فيهم ألف رسالة ورسالة، إنك تحلم وإنك تحاول، ورسائل تانية للناس المسؤولة عن الأحلام دي إنها تساعدك وإنها تديك الفرصة وإنها تمكنك. محمد صلاح حاجة كبيرة قوي، بس الصورة دي النهاردة أنا متأكدة إنها مشجعة لناس كتير. ناس كتير هتحط نفسها مكان كريم فؤاد وتقول أنا عايزة أبقى زي كريم فؤاد في مجال كذا، عايزة أقابل فلان الفلاني أكبر حد في المجال بتاعي، عايزة أشتغل معاه. ودي بالمناسبة حاجة طبيعية، كلنا بنعمل كده، كلنا بنحلم نقابل أكبر حد في المجال بتاعنا أو في التخصص بتاعنا. وهتبقى ملهمة الناس زي محمد صلاح انهم قد ايه يهتموا يعني بما يقدموه للناس، مش بس من خلال الشغلانة بتاعتهم لكن من خلال المبدأ فكرة نجاحه هو شخصيا. على كل حال احنا عايزين نسلم على الأستاذ حميد فؤاد اخو اللاعب كريم فؤاد. هو النهارده كريم فؤاد كان مازال يعني لسه مباراه مصر خلصانه فما كانش متاح، عشان كده احنا بنسلم على اخوه، بنشكره شكرا جزيلا انه معانا النهارده. مساءك خير. مساء النور. عايز اسالك ثلاث اسئله سريعه جدا يا استاذ حميد. مع حضرتك. كريم بيلعب كوره من امتى؟ لا كريم بيلعب كوره من زمان جدا، من هو صغير يعني من 10 سنين مثلا، ده هو رايح النجوم وهو عنده 10 سنين ايام ما كان في الابتدائي. وهو بدأ مشواره الاحترافي من امتى؟ هو مشواره الاحترافي هو النجوم اخذته من دوره مدارس بيبسي زي كابتن محمد صلاح بالظبط. اخذوه شافوه في الدوره بتاعت بيبسي دي، كان الاول نادي النجوم كان اسمه بيبسي تبع الوزاره. فاخذوه من هناك، والكابتن والمستر محمد طاوله طبعا عنده مجموعه كبيره كده من اللعيبه ورباه هناك وقعد معاه فتره طويله لحد ما جت فتره الدرجه الاولى بتاعت الفريق الاول. كان هو عنده اول سنه ليه يصعد فريق اول وهو دوري ممتاز. كان نادي النجوم دوري ممتاز، دي كانت اول سنه لكريم يصعد فريق اول. ده كان اول مره يعني ده في دوري اكتشاف مواهب مش كده؟ دوره بتبقى تبع المدارس، بتبقى اكتشاف مواهب. دوري بيبسي للمدارس. انا الصوره دي كانت يوم تسلمه الجائزه لما كسب. كنا احنا من قريه اسمها الشين. انا وكريم ومحمد وعبد الرحمن، احنا اربعه بنلعب اخوات بنلعب كوره. فاحنا رحنا الدوره دي بتاعت نجريج دي جنبنا، البلد جنبنا، فرق بيننا وبينها حوالي مثلا 5 كيلو. وكريم وقتها لما شاف محمد صلاح قال ايه؟ يعني قال لكم انا نفسي في يوم العب معاه؟ احنا اصطدمنا ان محمد صلاح اصلا بي 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 جاي بيسلم الجوائز. دي كانت احنا خدنا الدوره وخلاص، احنا هناخد زي اي دوره بنلعبها، هناخد الجائزه ونمشي. بنبص لقينا محمد صلاح واقف وهو اللي بيسلم الجوائز للعيبه. طبعا كلنا كل واحد اخذ صوره، واحنا طبعا كانت الصوره هي الجائزه بالنسبه لنا. طبعا. وانا متهيالي ان الصوره بتاعت النهارده كمان جائزه ثانيه لكريم في مشواره. احنا علاقتنا باخو محمد صلاح اللي هو نصر ده كويسه جدا لانه قريب مننا سنا، وكنا بنلعب معاه على طول وكده.
فاول ما هو اول ما كريم راح المنتخب نصر اخو صلاح كلمني قال لي مبروك ان شاء الله تكون بدايه خير وبتاع. قلت له انت عارف ان ده حلم طبعا طبعا ان يشوف محمد صلاح بس كان حلمه وان هو يلعب معاه في المنتخب في جبهه واحده فده حلم بيعلي سقف طموح ان هو طبعا. ممكن عقبال ما نشوف كريم زي صلاح كده ونشوف كتير من اللاعبين المصريين كده. بشكرك يا استاذ حميد وبلغ سلامي لكريم فؤاد اللاعب المنتخب المصري. بكل بساطه اكيد اكيد وبالمناسبه الدوري اللي استاذ حميد فؤاد بيتكلم عنه ده هو اللي خرج محمد صلاح وهو اللي خرج لاعبين مهمين جدا زي النني. دوري المدارس الشهير جدا اللي كان بيتعمل في المدارس برعايه احدى شركات المشروبات الغازيه. دوري كان مهم جدا ان هو خرج نجوم حقيقيين لمصر. عشان كده احنا مهتمين جدا النهارده بعوده نموذج لهذا الدوري في كابيتانو مصر اللي دلوقتي بيتحرك في كل محافظات مصر. احنا متاكدين ان محاولات الاكتشاف دي كمان هتطلع لنا ناس هايله وممتازه. كفانا 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 اننا نقفل الابواب على المواهب وكفانا مواهب محبطه، لكن الحقيقه باكتشاف الموهوبين ودعمهم دور اصيل من ادوار المؤسسات والشركات وطبعا الدوله. صوره عظيمه. بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم التاسعه. من دقايق انتهت مباراة مصر والنيجر لفريق المنتخب الأول، والنهارده كان الظهور الأول لمنتخبي مصر، المنتخب الأول والأولمبي تحت القيادة الفنية الجديدة. المنتخب الأول في مباراته الأولى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا فاز على نايجر بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، والأهداف سجلها محمد صلاح بواقع هدفين وهدف سجله مصطفى محمد. المباراة دي كانت ودية وعلى ملعب استاد اسكندرية، وطبعا دي حاجة كانت مشجعة بزوايا كتير. المنتخب الأولمبي في مباراته الأولى تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تعادل في مباراته الودية مع بنين تعادل سلبي، ومباراة أطلقوا عليها مباراة الفرص الضائعة اللي منتخبنا الأولمبي ضيع فيها فرص كتير، والمنتخب البنيني لم يشكل أي تهديد على مرمى الفراعنة. ده باختصار ملخص هذا اللقاء، لكن الحقيقة التساؤل اللي عند الناس هو تساؤل يخص التدريب أو الفرق أو الإدارة الفنية الجديدة. أستاذ محمد عادل المحلل الكروي معنا على التليفون، ممكن يشاركنا بسرعة كده رؤية حضرتك لمستقبل المنتخبين تحت القيادة الجديدة. دكتور دينا مساء الخير. وطبعا احنا النهارده بنشهد مرحله جديده من مراحل الكره المصريه من خلال المديرين الفنيين بالنسبه للمنتخب الاول وبالنسبه للمنتخب الاولمبي. شفنا فوز المنتخب مصر الاول وشفنا تعادل للمنتخب الاولمبي، ولكن في الاول وفي الاخر النتيجه هي اخر حاجه بنبص عليها في الفتره دي، لان دي المباراه الاولى ومن المستحيل ان انا ادي حكم نهائي على مدرب من طريقه اللعب بالتكتيك بالكلام ده كله من خلال مباراه واحده. طبعا ومن الذكاء ان اتحاد الكوره او روي فيتوريا ايا كان مين اللي طلب ان التدرج اللي يحصل في المباريات الوديه دوت، لان احنا في فتره من الفترات كنا بنفتقد لموضوع المباريات الوديه، وكده اثر بشكل كبير على ترتيب المنتخب المصري في ضمن المصنفين الافريقيين، لدرجه ان احنا دخلنا بقينا تصنيف ثاني في تصفيات كاس العالم 2022. فبدا تاني بنهتم بالمباريات الوديه، وده شيء مهم جدا جدا خصوصا ان احنا في فتره التوقف الدولي اللي بيسمح فيها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اللي هو يجرى فيها مباريات كتير، وفي في العالم كله مباريات كتير بتجرى النهارده وفي الاسبوع دوت في مباريات كتير جدا جدا. فكانت من المميزات الكبيره جدا ان روي فيتوريا وروجيريو ميكالي يشوفوا اللاعبين ويشوفوا الاوراق اللي معاهم. فيتوريا النهارده شاف اكبر قدر من الاوراق اللي موجوده مع المنتخب، واعتقد المباراه ليبيريا ان شاء الله يوم الثلاث هيشوف اجزاء ثانيه ولاعبين اخر مع
سواء في كل المراكز حراسه المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم، لكن الشكل اللي بدا بيه النهارده هو الشكل الاقرب للتشكيل الاساسي لمنتخب مصر، البدء بمحمد صلاح، البدء باحمد حجازي في خط الدفاع، البدء بطارق حامد في وسط الملعب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، ويعني انتهى وقت الحلقه، وبشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى اننا في لقاءات اخرى، وزي ما حضرتك قلت تحديدا انه لا يمكن الحكم على اداء اداره فنيه او قياده فنيه لمنتخب من مباراه واحده، فننتظر، لكن ننتظر منهم اداء يرضي الجماهير المصريين سواء للمنتخب الاولمبي او المنتخب الاول. كل شكر ليك استاذ محمد عادل، وكل الشكر لكم مشاهدينا. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.